عبر سكايب من لندن السيد حسن راضي المختص في الشأن الإيراني. أهلا بك سيد راضي. بداية، هذه العقوبات الجديدة والتي تستهدف بشكل مباشر ما تبقى من البنوك والقطاع المالي الإيراني، ما هو الأثر المتوقع لهذه العقوبات وأيضا الموقف الأوروبي الذي يزاحم الموقف الأمريكي؟ نعم طبعا أكيد ستكون لها أثر البالغ على إيران والتجارة الإيرانية، وخاصة هذه المرة تستهدف العقوبات عن القطاع التجاري وبالتحديد البنكي والمالي الذي من خلاله إيران يعني تحاول يعني إرسال بعض الأموال أو استلام الأموال من خلال التجارة المفتوحة مع أوروبا ومع الصين ومع بعض الدول التركية وغيرها. لذلك أنا أعتقد أنه هذه يعني رسالة أمريكية من الإدارة الأمريكية بالتحديد إلى الداخل الأمريكي بالدرجة الأولى، يعني قبيل الانتخابات الأمريكية، أنه نحن مستمرون بتجديد العقوبات على إيران، ودونالد ترامب يريد أن يسجل النقاط وامتيازات في سياسة الخارجية، ويريد أن يثبت للأمريكيين أثر العقوبات الأمريكية على طهران وبالتحديد على تعديل السلوك النظام الإيراني. أنا أعتقد يعني هناك 14 بنكا ما زالت أيضا مرتبطة بسويفت النظام البنكي الدولي الأمريكي، والآن هذه العقوبات استهدفت 12 بنكا وأبقت 2، وربما هناك أيضا بعض البنوك أو المصارف التجارية. ولكن سيد راضي، أنت تعلم أن هناك خبرة إيرانية طويلة الأمد في مسألة التحايل على هذه العقوبات، هل فرصة التحايل وتجاوز والالتفاف على هذه العقوبات هذه المرة هي فرصة ضعيفة؟ صحيح، طبعا هي الساحات يعني بدأت تتقلص وبدأت يعني يضيق الخناق على إيران في المانور أو في محاولات الالتفاف على العقوبات. يعني أيضا هناك ضغوط على إيران في الساحة العراقية، في الساحة اللبنانية، في الكثير من الساحات. لذلك أنه إيران الآن تفقد كثير من يعني أدواتها التي من خلالها كانت تتحايل على العقوبات. الآن العراق يمر بأزمة اقتصادية وسياسية وأمنية، وكذلك الساحات الأخرى التي مرتبطة بإيران، وإيران تحاول يعني الهروب من العقوبات والتحايل على العقوبات، لكن ما زالت هناك أدوات عديدة في يد الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت أيضا استخدامها لتضع إيران في زاوية ضيقة وأيضا تضغط على إيران بشكل مباشر. أنا أعتقد أنه الآن يعني العقوبات يعني الإدارة الأمريكية تستمر بها يعني بشكل تدريجي، وهي لديها يعني المزيد من الوقت، والإدارة الأمريكية تعول على المرحلة الثانية من رئاسة ترامب. إذا فازت أنا أعتقد لديها المزيد من الوقت أن تخضع إيران لما تريده يعني من شروط، وإيران ليس أمامها إلا الاستسلام حقيقة، لأنه لا تستطيع الصمود ولا تستطيع يعني ولكن الولايات المتحدة تتهم الجانب الأوروبي بأنه حليف لطهران في هذا الملف وفي ملف العقوبات، وأنه يريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران. ما هي الخيارات أمام الاتحاد الأوروبي؟ هل سيتعرض لعقوبات ثانوية تطال القطاع المالي الأوروبي بما يمنع تقديم أي مساعدة لطهران؟ أنا أعتقد طبعا الموقف الأوروبي هو يعني موقف سياسي وموقف رسمي يعني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، وكما نعرف هو الموقف الرسمي أو الحكومي الأوروبي هو لن يساعد طهران في المجال التجاري والاقتصادي، وهذا ما جاء على لسان العديد من المسؤولين الإيرانيين، وخاصة يعني فشل أنستكس التي أرادت أوروبا أن ترتبط بإيران وترتبط يعني بالتجارة الإيرانية وشراء النفط وغيرها. أنستكس أفشلتها إيران، أفشلها النظام الإيراني، ولم يبقى أمام الاتحاد الأوروبي إلى الموقف الرسمي السياسي المساند للنظام هو من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، وإلا جميع الشركات الأوروبية وجميع البنوك الأمريكية قطعت علاقاتها مع طهران، وهي لن تتبع ولم تتبع يعني الموقف الحكومي أو الموقف الرسمي الأوروبي. لذلك كل شركة وكل بنك يعني يتبع مصلحته
له، وأنا أعتقد مصالح الشركات الأمريكية مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير ما يعني مع طهران، وهي أيضا تخاف من العقوبات الأمريكية، لأن أعتقد أنه إيران يعني قررت أن تتجه شرقا وعقدت اتفاقيات مع الصين ومع روسيا، وهي يعني كانت تعول على أوروبا ولم تحصل على شيء ما تريده، وخاصة في مجال التجارة والاقتصاد. نعم، إذن أستاذ حسن راضي، هل تتوقع أثر مباشر لهذه العقوبات الآن واستجابة إيرانية لهذه الضغوط الأمريكية على الحكام في طهران؟ يعني كما قلنا أو كما كثير من المراقبين يقولون أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد أن ترى آثار كل العقوبات أو تحصد آثار كل العقوبات في المرحلة الثانية إذا فاز دونالد ترامب. أيضا طهران أيضا كانت تعول وما زالت تعول على ذهاب ترامب، لذلك الآن يعني لن نرى أي موقف أو إعلان يعني من طهران للتراجع أو المواجهة قبيل الانتخاب حتى تتبين نتائج الانتخابات. أنا أعتقد الأمور كلها مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ونتائجها، إيران ستتخذ القرار بعد الانتخابات وعلى ضوء نتائج الانتخابات، هل يعني وماذا سيفعل جو بايدن إذا فاز، ونعتقد أنه هل سياسة تتغير أو لا، هذا ما تعول عليه إيران. وإذا كان ترامب فاز بمرحلة ثانية نعتقد أنه كما قلت إيران ستخضع للشروط، لأنها لا تستطيع الاستمرار ولا تستطيع المواجهة، لأن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تقلق جميع الأبواب أو معظم الأبواب على طهران، والاقتصاد الإيراني بدأ منذ فترة يعاني وهو مستمر بالمعاناة، وهناك احتجاجات عمالية بدأت تتسع، إيران لا تستطيع أن تدفع رواتب للموظفين للعمال، تراجع دور إيران في المنطقة، وهذا كله نتائج للعقوبات يأتي يعني شيئا. ولكن ربما هناك خيار استراتيجي أمام طهران وهو التوجه شرقا، ما هي الفوائد التي حصدتها طهران من خلال هذا التوجه تحديدا نحو روسيا والصين؟ صحيح، يعني هذا كانت احد يعني الابواب الايرانيه التي تريد ان تعول عليها، لكن انا اعتقد انه حتى الصين والشركات الصينيه يعني التزمت بالعقوبات الامريكيه في الفتره الماضيه، تراجع شراء النفط الصين من ايران نحو 90%، كثير من الشركات يعني رفضت التعامل مع ايران الصينيه، لذلك انا اعتقد خوفا من العقوبات الامريكيه وخوفا من يعني تهديد مصالح تلك الشركات في الولايات المتحده الامريكيه، خاصه يعني حجم التبادل التجاري الأمريكي الصيني هو أكثر بكثير حتى من الاتفاقية التي أبرمتها طهران مع الصين وهي قيمتها 400 مليار دولار. أنا أعتقد أنه جميع الدول حتى حلفاء إيران مثل الصين وروسيا ستأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية وأيضا التعامل التجاري ومصالحها مع أمريكا، وسوف يعني تلتزم وتتأثر على الأقل تتأثر تلك العلاقات من العقوبات، وإيران لا تستطيع التعويل على الشرق خاصة على روسيا وعلى الصين، لأنه يعني لا تستطيع أن تواجه العالم ولا تستطيع يعني حقيقة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر دولة يعني اقتصادية وتجارية وعسكرية في العالم. نعم، سيد حسن راضي المختص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.